رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وحن والله الحمد أن سوقرني قيبتي أقدم بيسي من كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمة الله عليه. هذا نوحو قاري نقطة ذي أهيد لحذن إيشن لحذن إيشن ونقطة مهمة وحو لا طائفية كوحيسي مجرؤ ولا حزبية حزبين من مجرو تاسو يعقد الولاء والبراء قفك الحريرين أي قفك لقفقان عليها إيادة لقد القنت مجر تبولي إسك إلالي قفنا هوسو دويسان إسك أرباتهين إسك كوحباتهين إسك جماعتين بيعا إذن كبدا حيسا قفنا أفقين نين كان إسك أرمتهين إسك جماعتين قف هوسو دويسان إسك حزباتهين قفنا أفقين إسك حزبتهين مركا الولاء والبراء طائفية حزبية ما هم بولي درسنا وان دغه الله فور اهل الاسلام دتك اهل الاسلام كا ليس لهم ملها سمه صمت ملها سوى الاسلام والسلام انا نهاين اسلام هي نبت قليو. فيا طالب العلم ارضيه بارك الله فيك الله كبركاي وفي علمك انا الله بركاي اطلب العلم علمك الطلب واطلب العمل عمل فلكي سنه الطلب وادع الى الله وضد الهنا دتك او باق على طريقه السلف أبو ضدك الدين كأوشيغي أنا الرادين علمي وقوان عمل فلي وضدي سلفك ولا تكن هأهان خراجا متك كبحس بضن ولاجا جلس بضن في الجماعات جماعاتك ما أنتنا النادية نعيار برين الناديقاس عدنا مالت النادية أنا كقاتل عدنا الناديقاس ويبلت مرك إسك إلى لبوليه فتخرج مرك أتكب حديد من الساعة واسع نمضي إلى القوالب قلفوف يدي الضيقة عريقة جلسة مرك هذا هي لكر اي ولا لها ايهين وحضا قرسان كرتان وملكو ذا تكن كرتان وحسكو شيء كرتان ومدي ابد بادين كرتان باشان قولي انتا اسكو سو حيرتان قعمها انتا اسكو تاكتان اذن كأم باس احسان انتا كلام ويخلدين تا اسكا الالي بولي وجماعات كان اسكو بدبدل السلسية شاركين اسكدا وانا عبا عجيب كي كمتا فالاسلام واسلام ككله دمانتي سلك اديك جادة وضو كوية ومنهج منهج وكوية والمسلمون مسلمين تنا جميعهم دمانتود هم الجماعة يقع جماعة ماشي كي ما ذنب وإن يد الله جعنت إلهنا مع الجماعة أرك مسلمين ولا أرسا بيلجرتا فلا طائفية كوحيس مجرو ولا حزبية حزب نمان مجرت في الإسلام إسلامك وأعيذك بالله إله من كامل ينجلنيا أن تتصدع إن الدلاع وفتكون مركا دهاتد نهابا ملك الضفان بين الفرق كوحيه والطوائف أرريذي الرضي إيو المذاهب مذاهبة الباطلة باطل الكاهد إيو الأحزاب حزبية الغالية أي حد قدو كبالنيد تعقد أضع مركة قنتية سلطان الولاء والبراء حريرينتي كفغانشيه حجد إذا أضع كدو التاقية كدو القنتية عليها الطوائف تأسك إلالي كلمة نهاب لغة عربي وإباحته لكل إنسان واح مركي قف كستا وكد حيا نهاب أصلهان وبمعنى قف كستا مالك سكد ضفيه مركي إسك إلال البير ما أنت بنسي قلادا مركي قشي مركي قلادا قشي مروا بقروبا كوكو شقي سانا يوي إذا مركي دبكي إذا إلا إذا فكن أهاو طالب علم أهاو أرض طلب العلم أسجي إذا أهاو على الجادة وضادة كتاقا تقف الأثر فكن أهاو طالب علم أرض علم رادين أهاو على الجادة وضد كتاقا تقف الأثر حال الراعي أثرك يعني مع آيات مع حديث مع هدية وتتبع أضو الراعي السنن سننتي تدعو إلى الله أضو إله أويري على بصيرة أضو علم كسقا عارفا أضو أيقان لأهل الفضل ذاتك أهل الفضل فضل فضل قوضا إيو سابقتهم إيوحي مكا كاقه الرئيين يعني دعوة أنت أذيك أذن بالله من كهر رك فربنا بأسوق قبتي رك بضن بأسجون أسوق قلي رك بضن بأمالك سلقرار دعاي فالليقوذ أون شاك شاك ما أنتنا أبوه قلال انت صبح لما أنت شيخ فلان وحام يرون هل سوى تاقناني وإن الحزبية حزب نيمة دينا ذات المسارات مرنا ذا أصاحبك إي والقوالب المستحدثة إي قلفوفيا لسودرسية
التي تاسو لم يعهدها السلف سلف كأنو أقون من أعظم العوائق وحيابها أقوين إذتك كويقي وكويعيني عن العلم علمك إيو التفريق وحيابها أقوين وكالجيني عن الجماعة جماعة جماعة هذا أنكسوها هذلني إيه جماعة المسلمين إذا كالجبيني سبيل فكم بضانا أوهنت أنت أي نقيل قلي ذو ضعيف السي حبل الاتحاد الإسلامي أرك إسلامي حرق جيسة قروب قال الأولم جيد وحكاه لنا جماعة وغشيت أنت أي الدباشي المسلمين مسلمين بسببها إذا سببت الغواشي وحيابها الدباشي بضانا أبو ليه أنت جار مسلمين أي كالجبان أو كوح كوح أي كالنقضان رسنان توذنا أي مركها كالقبطة بضانا أبو ليه فاحذر إسك إلال رحمك الله الله كون حريسه أحزابا إسك إلال حزبيو وطوائف كوحنا إسك إلال وطاف طائفها كوذ وريقي وريقي ونجم بالشر شرطنا ولا صبح ناجمها متك إذا صبح ولا صباهر فما هي ما أهان كوحاس إلا كالميازيب وحكى لما هو تبوين وتبمركي بيه ربك وسود بهلادا معركتي بيه صود هذه مشارفتها إنت أوي إلا كالميازيب ومشارفه تجمع الماء بيه أرورنا إسا كدرا يوضا مركا بيه وسخ إيهين وتفرقه مركا ساوكا لدادين إسا هدرا إساق وحبا آنان هين إنت أوي وحبال قصة الشبانية ماشي ومركا مالكا توريا إلا من رحم ربك من رحمه ربك قفك إله سبحانه وتعالى أن حريسا بويا فصار هذي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضد النبي صلى الله عليه وسلم وكتاقنا إيو أصحابه وأصحاب تيسا رضي الله عنهم الله كراد النقضي هذا الكرام أدو محمد إنه التصرف يري هاي وكجرة هذا الكي ابن القيم الجوزي هدو مركا نودينيا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحأويري عند علامة أهل العبودية مركو كهلي ذاتك الضنمة إلهي ضبط أصحابك مركو كهلي العلامة الثانية تلواد وحايتها تسمد اللواد أما أستان تلواد إلا وأقون سنكرو لمنك أهل العبودية الدنيا ضبطها وحا كمدة قول هذا الكيسويري ولم ينصبوا لما آنايو إلى اسم مقع أي لم يشتهروا كمعا بهم باسم مقع مقع سيعرفون به لا يقان عند الناس ذاتك أكتيس ومن الأسماء مقعية التي تاسو صارت ما أنت النقطة علاما وحياب الله أقول سأل أهل الطريق قال لي مالتا جنب مقع بيسا ميسان يسا أر كاس بان ألغو مقع ما أنت اللي قدي أفهيان كان وكاس مركب أهل لأن هذا كدي وأيضا ما حاك تال كولم إذا اللي قول لابي هذا الكوحة لجرة فإنهم إيجا دتك الضمد إلهي دبتا لم يتقيدوا إسكم الدبرين وإسكم محر بعمل واحد هل عمل كاسو يجري عليهم وكد السعاني اسمه مقعيس هل عمل جميقان يعني قال وحي كذا جيسا أنكلي ما أنت لن مجال كان منهج كان بس منهج كان مقع النقاني قال وحي كذا جيسا طريقا كلي طريقا مقع النقاني أدو مرك الدين كإلهي إلهي سبحانه وتعالى وبدي مراحل وصامرة مال كلي فرين كديجان إنه بروس ما هديجان فيعرفون مرك الله قانص هذا به عمل كله قانص دون غيره من الأعمال عماش كله الله قانص جروب كيسا هم بالوحي نبي ما أنت أدم أعمال كله جميقان جروب كي صلاة بدناء مجروب كي هل عمل هذه هسكو قيمه فإن هذا أرنك كانوا آفة ومصيبة في العبودية أظنني ماذا مركع دحات وهي عبودية وهي أظنني مقيدة يلا دبرنا سيبيسا حر وهاي أما العبودية المطلقة صامة أظنني ماذا فرن يلا مل أن كحرنين فلا يعرف صاحبها روح عبودية له لما يقان باسم لما يقان معين إلا يقان أو معاني أسمائها مقعيدة كمذا يعني مقع قارة ما له فإنه يسوي مجيب كي أجيب يوي لداعيها قفك أويه وركاله على اختلاف أنواعها أنواع ذي ذا يقيبه ذو كلا دون هدي لي وركاله دعوة شيء أن أنت وصعدا وركاله كأحبان صحيح أن هدي وكاله أحبان شيء أنت ولجراه فلا هو نك وحاو هذا أهل نك الضان كضبطة مع كل أهل عبودية قالوا البؤ إلهي عبوديسا نصيب بكله قيب يضرب معهم وحو لقرا عنيا بسهم ساميسا ولقرا عنيا من ذلك يكوكي إذا مركا ماهم بوليها مركا سوحو ليها فلا يتقيد اسكو محرو برسم صمد ولا إشارة تلمان اسكو محرو ولا اسم مقعنا اسكو محرو ولا بزين درقارنا اسكو محرو ولا طريق وضنا اسكو محرو والدلاصة وضعين لدجستي اصطلاحيا لاسكو أفقرتي شو حصنا شقكم عليه هذه مرضى لكن هذه بمعنى واحد لوب معايا جروب جارها كسر جد جروب كيسان أها مرضى مركز جشت جروب كيسان أو هبل كتير سنة كوفيت جار مركز جشت جروب كسر كسر جيدا أولها أن مانت الله وضع مقعدا ترى ضد بدن أن ديدا مانت إسلام كقصة بيرتي كل أصل ملهم بليه وقفك مسك بحلوي قان
دينكن إلهي إنه مال معركته ولذلك هذا الكيس أدى أقرح بدنا مالك كله من القيم الجوزية هذا كان أقدم عليه دينكن إلهي مراحل بيصامرته رسولك صلى الله عليه وسلم مرنا مرحلة دعوية سرب على صامرة أيضا علنا على صامرة مر الجهاد بؤاده مر نوع عمر رسولك صلى الله عليه وسلم مقارع فكري وقال مر بحبه وقال بيلي مرك نيكي ما أنت بيحو يري قلضة يو كلي وحك لنا له مسألة أن كلي هدان لغا الشقين ما أنت دينك وحك جيرا مرك مالها أنت كسهرتا وبعض المرك إليهن قلضة ميل بإسكو حرام بيلي مرحلة معينة من مراحل الدعوة ويقول ما أنت دينك إلهين أدب وبالله أنت قفك مال وحكر هذه wuxuu helay maal oo moorayro oo wato oo yiraahdo inta mudiga ku koobay taana waxa la mid tahay waa sifadii wasfigi nimankii maroodiga sifay oo kale in ninkii isagu karkateerka hazaliga maal inta ku qoray oo maal wasfi gaar ah markaa dhigta marka diinkan ilaahi waa diin waasiica maasha ay noocan ma masalada kaga soo beegan ka bilow marxalada la joogana la noolo dadka dhana walaalaha noqdeen way marka wuxuu leeyahay bal ah in su'ila hadii la weydiiyo talib ilmiga aan sheekhi wariyaku sheekha qaal fi ar-rasul rasul وعن طريقه ورمحاكو وضع قال اتباع الاتباع إن وضع كتاقنا وعن خرقته ورمرضي حرانيسا نرقال من الليذ هنقروبكين قال لباس التقوى ونركي الكعفسي وعن مذهبه ورمحا مذهب كوا قال تحكيم السنة السنة إن مركا حكم كدكت وعن مقصده ومطلبه أجدده سيدنت أوليه قال يريدون وجه إله سبحانه وتعالى وجه جيسا أم به الربان وعن رباطه وعن خانكان عن خانكاه واسكو معنى ماشي وكجل بحرته أما ماشى ومركا ورق وكذلك تنوى أنت في بيوت أذن الله حفيسة قارمة وقرية إله سبحانه وتعالى وأمري أن ترفع إن لكرية ويذكر لشاغ فيها قريها اسم مجعيسة يسبح وحا هفا له لله إلهي وحا هفا رجال ورقبا هفا بالغدو أرورتي والآصال قلب يدي رقاسو لا تلهيهم آني هولني آني مشغول تجارة بيع مشتر ولا بيع بيع عن ذكر الله إلهي حسكي سوى إقام الصلاة صلاة أغيتان كيد وإيتاء الزكاة وعن نسبي هدي لويدينا والنيو انتو أبتر ستهدي لي رهنا قال وفير أبي الإسلام أبه وإسلامك لا أب لي سواه أبك لمله إذا افتخروا مركي كفانان أي كفان تمان بقيس أو تميم قلوب مركي مالك شانو ماشا اسمان الله يهبل وعن ما أكلي هدي لويد ورمحا عنتا ومشاريع ورمحا عبتا من قروب قارة توها بضا ملاقي إذا وحكر آدم كنو أولين مسؤ مضا وحلا عنتا قال وحولي مالك ولها ورمحا كاقضا عنتدي دي وحان عنوحا عبب حاقو درسد معها وحال لجير كذا هذا حذاؤها كبهيد وسقاؤها إسبرار كذا ترد الماء بيه أروريسا وترعى الشجرة جيد كينا أما ريرتين واي داقيسا حتى تلقى ربها إلى ربك إذا كلاكولانت أنا إيدا على شيء وحان قلي شغلين ما ساسا مركا الويقان لكن أنا ما شاك كليا وحكا عنا إكان كليا تاحس ميقانا وحسرتاه قوما ما يبوليه تقبل عمره عمري جيباتكي وانصرمت واي لما توقع ساعات وساعات كيسا بين ذل العجز عجز ذل كيسا انت قد حيسي والكسل إيا مركا وحما قبل الآن عجزي كسل وحيو كل دوين عجزي ووح هذا أود لهين إنا سميسيت لكن كسلك هذا أود له بقى جابينيسا فرق ياوي مركا هذا وحي سماين كرا أياك جابينيسا وكسل عجزي أنا بمعنى أود بأم الهيدو مركا لبضاء الرمضة مركا وده حساب صومالي وكل عجزي بيدهان والقوم قومك قد أخذوا وحا أي قدق أي قاتين أي لكتصارين درب النجاة وضدي بدبادي وضدي دي وقد ساروا وحي أسعد علين إذا إلى المطلب الأعلى دونيسي سريسي على مهل إيغا ترتيب ترتيب أسعد لذلك مرهري ماشي قاري لها ينقارين أما وقت كان وحي كل ماضي بين العجز والكسل بوله ثم قال قوله ثم قال قوله مركز يحيري هذا الكاوى هذا الكي من القيم والدير هذا أولئك كواس أنكسوا هذا بديود المطلق أيته ذخائر الله إلهي كيت كي سوي حيث كانوا ملك السيئة هذا ذخائر الملكي بهذا نشرحها ذخائر الله محل يروح ذخائر الملكي ملكة بقرك كيت كيسة أم حيابها وكيسة ذي ما يخبو عنده وحكت سلو كيدي ويذخره ونا أكيسنا يو أم يذخره نهدات ره لكن تاسا نقرا لمهماته دنيه سمهيم كأه ولا يبذله آن سينين لكل أحد قفك سمسيني وكذلك ذخيرة الرجل قفك كيت كيسة واسدة ما يذخره ووحو كيسنا يو لحوائجه دنيه سجارك ومهماته يوحل وحي مهمات أباهي أكيسانيا
وهؤلاء كواس عن هذا صوشينا لما كانوا مستورين مركي كأسترناين عن الناس ذاتك بأسبابهم أسباب توذئك كأسترناين غير مشار إليهم أن نفر لقسو تاغين ولا متميزين أن لسو عمين برسم صمد دون الناس ذاتك لأني كلسو عمين ولا منتسمين أن أنس بشيغين إلى اسم طريق ودقارة أو مذهب أو مذهب قارة أو شيخ أما شيخ قارة أو زي أما در قارة كان وحي هذا بمنزلة الذخائر المخبوءة وحيابها لكيذي إيمال لديه أو كري قارين وهؤلاء كواس أبعد الخلق خلق إله كوا وفقوا عن الآفات مصائبته فإن الآفات مصائبته كلها دمانتد تحت الرسوم صمدها وستيد أهاتي إيو التقيد بها إن إيضا مركي اللي سكحره أو اللي سكد دبره ما أنتر إنا تراهد إنتا أمبان كحرناه إيو لزوم الطرق طرق ذي أو للازمه طرق ذي الإصطلاحية أيضا مركا ليسكو أفقرته إيو الأوضاع وحيابيه للدجستو أوضاع ذي المتداولة التي لا تحوريه الحادثة أيسو الدرده بضع نابو أنت أمكلي مقعيضا عصبي حزبيا عصبي بركا هذا كدب كواه هذا وحي سميسن فتشارع عصب مارك معرق إليهن هذا مركا شركة تقين كوانا وحي إليهن وأنا انتايق بلوغا وضنه وحاصل عن الانترنت في كجنة وهذه الكرتان هذه تنهي التي قطعت ومد جرتي أكثر الخلق خلق سيؤبذيهن عن الله إليك قويس وهم لا يشعرون إيوغ أنا أغين والعجب وحيا بضن أن أهلها كو أهل كيدو هم المعروفون وكو الويقا بالطلب علم الطلب إيو الإرادة الدونيس إيو السير إلى الله وضد إله إنه سعودا وضد أهل الدين وضدك أهل الخير وضدك 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 اللي سوحك سنلها وهم إيوغا إلا الواحد بعد الواحد مد كتغي موياني المقطوعون وكوي كقو أيوي عن الله إلهي بتلك الرسوم بي كقو أن سمدهاس إيو القيود حركهاس إيه إسكو حرين بي كقو أن بوليه إلا اللهم مد إلهي سبحانه وتعالى أن حريس موياني ماشي لك شبيل وقد سئل بعض الأئمة أي ماذا قاركوت بوحا لويدي عن السنة السنة ذا لقوي دي قال وحير ما وي السنة دي لسم له مقعان اللهين سوى السنة سنة أم بالله يقان لكن سنة دي قروب كيساءها مجرت يعني وحول أجد أن أهل السنة أهل السنة ليس لهم ملها اسم ملها اسم قاس ينصبون إليه لا تير سواها عن سنة دي آنان هاي فمن الناس ذاتك وحاكم إذا من باكم إذا يتقيد إسكحر بلباس غيره ذاتك لذلك يحريهم بوين حرت الربا أو بالجلوس إنه ما فريسته في مكان لا يجلس في لا يجلس أنه فريسان ما نفريسانة في مكان بفريسانة لا يجلس في غيره ما لن ما شاهن ما فريسانة ما شابه لي موضع بيقى دكتي أو مشيتين أو يتقيد بمشيتين صعد قاره لا يمشي غيرها إذا وحانهن ما صعانه مشية على وزن فعلة ووحي هي كتصة أو بزين بإسكو حرية در هي وهيئة هيئة لا يخرج عنها مركب بحماية ضوب كان وين وحان هين وصعانة مالها أو عبادة بإسكو حرية عبادة معينة قاره لا يتعبد بغيرها عبادة كلا وديار أما دين تإله إنتا سكسو الرتب لي إنك إنتا سمين إنك سوحوي ما وترسنب وإن كان أعلى منها هبا أي جرتئه عبادة إن كان أسمين عبادة كسر ريس حتى هدي جرت أمام مقتوي طبعا وتهم إيسان هذا كي مالها ودعيه محايلة كل ما مال فرت القوتة قلات دان قنيسة سي قدام قنيسة سادر دون حلانها والعبادة إلهي ويبضنتها ودينك إله وبلارينها مال كلين دينك هكذا دينك وبلارين ومدنها عريرين أو شيخ هذا كمركو حكو حرينها أو شيخ ننك فمن الناس من يتقيد بكو حرين أو شيخ بيسكو حرية معين قارة لا يلتفت إلى غير وحيسايا كالصهران ما با من العسانة يهيب المخل دمو بكله ما با سورتوه بيساوي كي لها وكلا ليري معركتي ضدك مخل دمان ها سلفك مخل دمي كرا ها شيخ ناس الدين البانين ولكس مخل دمي بير وإن كان أقرب وإن وجد هوا لهلا أقرب مد دوام بدن إلى الله ورسوله إلهي رسولك سمينه كامد كا دوام بدن بهدو جريحته ما من العسانة شيخ أم بكا قدكت فهؤلاء كل قواس كلهم دمانتود محجوبون كوي لقى حجابوي عن الظفر إن كل يبانان بالمطلوب الأعلى دونيسي سريسي مسدودون كوالا الضوضيوي عنه كابا لقى علي قد قيدتهم وحا حرحرات دبري العوائد عادوين كي والرسوم صمده والأوضاع وحيابه للدجستي والاستلاحات وحيابه للسكواف قرطي عن تجريد المتابعة راعست إني ارتران وبرح تران بوحصولا كحجابا فأضحوا وحي هذا عنها يد حق يد بمعزل كوي كفك ومنزلتهم يجا منزلته منها تانا أي أجران أبعد منزل يعني ما لدق ماشي وفقوي فترى واحد أركيس أحد ومتكود يتعبد إسوك عبادك دقنا بالرياضة
intuu boodbooda buu leeyahy waa diin iwalkholwati wuxuu ku leeyahy gaar ha loo baxo cusla la samaynaya taasuu marka ciyaartii hadda markii sweden iyo la tegey aan aragnay buu leeyay waa diin iyo tafriiq alqalbi iyo qalbiga faaruq laga dhigay wax kala ma soconaya buu leeyahy wayucaddu lcilma wayacuddu lcilma cilmigana wuxuu ku tirinayaa qaaطican lahu inuu ka gooni can ariiq wadada cilmi barashaba looma sheegi karo faida dukira lahu haddii loo sheego almuwaalaatu xiriiruna fi llahi ilahay dartii laysku xiriiriyo iwalmucaadaatu dagaalido fiihi ilahay dartii wax loola calalaytamo iwalamru fariso bilmacruufi wanaag laysfaro iwalnahyu reebiso can ilmunkari layska reebo xadda dalika arrinkaa wuxuu ku tirinayaa fuduulan wax iska ziyaada washaran buu ku tirinaya wuxuu leeyahy waxaad ka hadlaysaan waa maxay muwaalaatu fi llah walmucaadaatu fi llah amar bilmacruuf nahyi can ilmunkar waxaasoo dhan faa'iida male waidaa ra'aw hadday arkaan baynahum iyaga dhexdooda man hadday arkaan yaquumu bidalika arrinkaas samaynaya oo muwalihi iyo barahi iyo alamar macruuf iyo nacan ilmunkarana ay hadday arkaan akhrajuuhu way iska saaraan min baynihim nagaad saara bay idana kan wacadduuhu waxay ku tiriyaan khayran kolan inuu calayhim iyaga ku yaho ka tirsanayn fahaulaa'i kuwaas abcadu nnaasi dadka kuwa ugu fog wey can illahi ilaahay wa in kaanuu haba ahaadeena akthara ishaaratan kuwa ugu tilmaanta badan wallahu aclam waxay doonaanba ha noqdaane balyaha waa sidaa buu leeyahy qodobka lixdan iyo lixaad oo kitaabka ku gabagabobayo caawa kusoo gabagaboobaya waa maxay nawaaqidu haadihi lxilya waxaa lagu soo taxay kontan iyo lixdan iyo shan qodob baa laga soo hadlay kitaabka bilowgiis ilaa hadda maxaa buriya buriyaal bay leeyihiin nawaaqidu haadihi lxilya xilyadan biladan laysku qurxinayo taalibulcilmiga waxyaabaha buriyaasheeda waa maxay yaa akhii walaalkayow waqaana allah wa iyaaka alcatharaati ilaahay aniga adigaba innaga iyo adigaba turanturooshaha kaa badbaadiyo inaad turanturootid in kunta haddaad tahay qara'ta muthulan min xilyati taalib alcilmi aadaabi ninka wax ka akristay xilyata taalib alcilmi iyo aadaabteeda wa calimta aad ogaatee bacdan qayb oo min nawaaqidiha waxyaabaha buriya ka mida faclam ogow anna min acdami khawaarimiha waxyaabaha ugu weyn ee jeexa almufsidati ee fasahaadinaya linidaami ciqdiha kuusheeda say u taxan tahay waxaan hadda aan ka soo hadlayna oo dhan qodobadii taxanaha ahaa waxa keliya meel ka dhac ku noqon kara haddii la helo toban arrimood kow ifshaau sir sir oo la faafiyo war iska ilaali taalib cilmi munaasib uma ah inuu maantana nin wuxuu kuu sheegay inaad gudbisid wa naqlu lkalaami hadal oo la guuriyo min qowmin dad ilaa aakhariina kuwo kale loo guuriyo namaam inaad noqotidna iska ilaali maxaa rasuulka sal alla lay slam isagaa yidhi laa yadkhulu ljannata qataat ay namaam qof dira dira ah oo dadka maanta dhan dab iyo maaragtay kibriid iyo benzin uu wato un dadku madaxa isku geliyana janno ma gale taalib cilmiga laguma yaqaan wasulafu iyo ad adeeg iyo wallasaanatu iyo carabka kanaan maanta dhan wax kasta inaad adeeg ka dhigtid carabkan uu ka kanaado maantana fasiq iyo kafir iyo wax kale shaqo kaleba aadan lahayn adiga wa kahratu lmizaaxi iyo kaftan fara badan waxay ka mid tahay iyadan waxyaabaha heebada markaa dhaawaca number shan wadukhulu fi xadiidin bayna ithnayn laba ruux oo sheekaysanaya sheekadu inaad dhex geshid walxiqdu qof inaad xasadid walxasadu inaadad xasadid yacani xiqdigii xasadka farqiga udhexeeyo xasadku waa qofki waxa uu haysay inaadan la rabin xiqdigana waa inaad noocan maa nicid baa ku jirta wa suu'u dhanni iyo malaxumi iyo mujaalasatu lbidcati mubtadicati dheh dadka mubtadicada inaad la fariisatid iyadan waxaan marka la sheegayay macnaheeda maaha marka laleeyahy laa tataqayad inaad sunantii fudaysatid maaha in qof mubtadicaad u fudaysid maaha waa in wixii bidcana bidca waa in la yidhaahdo wixii sunana sunna in la yidhaahdo wey ee taasu macnaheeda maaha dadkaa la ilaalinaya ha xaqana waa la sheegay wafii nafsi alwaqti urursanaatana waa la ilaalinaya faxdar ka digtoona haadihi alaathaama dunuubta tan iyo wa akhawaatiha kuwa iyada shabaha iska ilaali waqsur khutaaka tallaabadaada tallaabooyinkaaga ka gaabi can jamiici almuxaramaati waxyaabaha layska xaraantinimaya oo dhan iwalmaxaarimi waxyaabaha laga caagan yahay oo dhan fa in facalta haddaad samaysid fadaaka waaka alxamdu lilah wa ilaa haddaadan samayn soo maa faclam ogow annaka adiga raqiiqu diyaanati mid diintiisu ay jilicsan tahay inaad tahay khafiifun aad u fudud lacaabun ciyaar badan inaad tahay muqtaabun xan badan namaamun isku diradiro inaad tahay ogow fa annaa laka say kugu suurtoobaysa an takuuna inaad tahay taalibulcilmin taaliba cilmin inaad noqoto say kugu suurtoobaysaa wey ardaygaasu yushaaru ilayhi lagu tilmaamo bilbunyaan bilbilaan dhehe faraha lagu tilmaamo bilbanaan yushaaru ilayhi lagu tilmaamo bilbanaani faraha lagu tilmaamo munacaman loogu nicmeeye bilcilmi cilmi walcamal ku camal fal sadada allahu ilaahay ha toosiya alkhuta tallaabooyinka wa manaxa aljamiica dhammaan allaha siiya attaqwa alla ka cabsi wa xusna alcaaqiba
إيوه عرب وناكسن في الآخرة تيدا بيس والأولى تيه الرئيسي. وصلى الله الله ونحرس على نبينا نبينا محمد محمدها وعلى آله أهل كيسان الله ونحرس وصحبه أصحابه وسلم دمان وحاقر بكر ابن عبد الله أبو زيد شاني لباتن طوان كن أفر بغل سديد رحمه الله والديه ونفع الله بعلمه إنه جواد بر أفر رحمه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.